عندنا الرياضات. جيت انا في الكفرات المسابقه اللي هي 1100 كنتمنى نكونوا اول اصغر مشاركين يفوزوا بهذه المسابقه ان شاء الله. بالنسبه لاول لقاء ديالي انا والزوجه ديال مروه هو كان واحد الصديق ديالي كان عيط عليا يوم الاحد بقى عاقل كان عيط عليا قال لي نوض ثمانية ديال الصباح تقريبا قال لي نوض جري باش نمشيو نجريو شويه وخا نزيد الناس فكسي قال لي نوض وصل عليا التليفون قال لي كاين الياس قال لي غير جا نعس قلت له علاش قال لي راه الصديقه ديال الخطيبه ديالي راه طويله عليك شويه صافي قرروا باش يجيو للدار يخطبوني وداروا لي مفاجاه غائبة من ديالي. بالنسبه للفكره ديال المشاركه ديالنا في البرنامج ديال افيني وهنيا هي واحد المره كنت في العمل ديالي سمعت في راديو اصوات المشاركه ديال ان تي قبلوا الازواج وهادي وهادي باش يشاركوا في هذه المسابقه. انا عرفت راسي كنقول واحد الحاجه ودرتك عليها. عطيتها التليفون عمرات عادي يعني صافي من بعد واحد دوش اوفر جانا ميساج في الجيميل قالوا لنا بان استقبلوا المشاركه ديالنا عادي قبلوا ولكن حنا ما نتقبلوش هما قبلوا ديك الوقت اصغر مشاركين يمكن ما نتقبلوش معاهم كنتمنوا انكم تصوتوا لنا الاصغر كتاكيد في هاد المشاركين كاملين على رقم 7